حلقات برنامجكم أوراق شبابية. زي المشاهدين اختيارنا لموضوع الحلقة كان اختيار مبني على مشاركاتكم وعلى آرائكم. اختيار حلقة أوراق شبابية لهذا اليوم موضوع مهم جدا جدا وبقى داخل في 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 معظم تفاصيل حياتنا، هو موضوع الثقة بالنفس أو تقدير الذات. احنا عايزين نشوف الموضوع ده معناه شنو، أول حاجة معنى كلمة التقدير، تقدير الذات دي معناه شنو، وعلاقات شنو بالثقة بالنفس، وليه احنا بقينا في كل مكان محتاجين الثقة بالنفس. في تمشي تشتغل ويقول لك لازم الزول يكون واثق بنفسه، في البيت لازم تكون واثق في نفسك، اصدقائك تحس انك بيناتهم لازم تكون واثق بنفسك. عايزين نشوف كيف الواحد بيقدر يعزز الثقة بالنفس، كيف ممكن الواحد يحبط من ثقته بنفسه، ونتكلم عن كل الظواهر الممكن تلعب دور في تعزيز الثقة بالنفس او تلعب دور سلبي. عشان نتكلم في كل الحاجات دي بنرحب بضيوفنا الموجودين معنا في الاستوديو. موجود معنا مصعب محمد، بنرحب بك يا مصعب. بنرحب معنا كمان بسامي احمد، اهلا وسهلا ومرحبا. بنرحب بكم، انتم ضيوف في اوراق شبابيه، وانتم اصلا طلبه في جامعه الرباط قسم علم النفس السريري في اخر سنه لكم. ويعني انتم احسن من يتحدث بي 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 في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، كل لانه تخصص دراستكم له علاقه به وعلاقه وصله قريبه شديد. انا دار اسالك سؤال هسي، الفرق شنو ما بين انك القبول وتقدير الذات وقبول الذات كما هي، وانك انت تكون زول سلبي وما دار تطور في نفسك، الفرق بيناتهم شنو؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع تقدير الذات من المواضيع المهمه جدا، من المواضيع اي انسان ما عنده تقدير ذاتي عالي بيأثر في تصرفاته في الحياة، بيأثر في إنجازاته في الحياة. وأهم حاجة في تقدير الذات هو قبول الذات، الزول يتقبل نفسه. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فخلق فيه بلايين من الخلايا العصبية، خلق فيه نظام في نفسه، نظام لا يستطيع أحد أن يخلق مثله. عشان شنو؟ عشان يقدر يعيش ويعمر في الأرض. صحيح. يعني من خلال المفهوم، من خلال ما خلقه الله فينا، ألا نتقبل نفسنا؟ يعني مش ما بنتقبل نفسنا، ما بنحب نفسنا، ما بنديها الاحترام والتقدير. فقبول الذات أهم عنصر في تقدير الذات. أنا كما تقبلت ذاتي ما بصل لتقدير الذات. الحاجة المهمة تانية من قبول الذات، حاجة تانية، عنصر تاني بيخش في تقدير الذات، اللي هو النظرة الذاتية. أنا شايف نفسي شنو؟ شايف نفسي ناجح، شايف نفسي فاشل، شايف الآخرين أحسن مني وأنا ما زيهم. من النظرة الذاتية بتتحدد تقدير الذات. ثم بعد ده بصل لحاجة مهمة جدا وهي الثقة بالذات. الله سبحانه وتعالى أدانا قدرات وإمكانات، نحن هل حنستغلها صح أو خطأ؟ هل حاثق بهذه القدرات والإمكانات؟ إذا ما وثقت في القدرات والإمكانات حتأثر في تقديري الذاتي لنفسي. لنفسي. طيب أنا هسي سألتك اللي هو الواحد كيف يفرق ما بين إنه يقبل ذاته وفي يقول لك أنا ما قبلان ولازم أغير من نفسي وما حاقبل، ودي تعتبر سلوك ايجابي عند الواحد انه ما يقبل لو كان في حاجه ما عاجبه في نفسه. نعم. كيف نقدر نوافق ما بين الحاجتين او نوازن بيناتهم ما بين انك تقبل نفسك وتطور؟ ايوه طيب. هل في تعارض ما بين الحاجتين ده؟ شوف اهم حاجه شنو؟ قبول الذات بيولد في النفس ارتياح. انت لما ترتاح تحس بالارتياح كده، انت معناها حتقدر نفسك حتنفتح للانجاز، لتطوير الذات. ما هو في النهاية حاجة نفسية، الحاجة النفسية أي حاجة. أنت لما تشعر أنك أنت مرتاح في وضعية استرخاء، ده حيأثر على اتخاذ قراراتك، بيأثر على حكمك للأمور، بالتالي أنت بعد ده حتقدر تصل لتطوير الذات. إذا أنت ما متقبل نفسك، ما شايف نفسك إنها هي سلبية، ما حتصل للتطوير، حتنشغل في شنو؟ حتنشغل في الحاجة اللي ناقصك، وكده بتهدر طاقتك سي. نعم. يعني أنا عشان أبتدي أطور أول حاجة أعرف أنا بطور شنو، لأنه في حاجات ربنا خلقها فيني دي غير قابلة للتطوير، دي حاجات خلاص بقت قدرية موجودة فيني، دي أقبلها وأتعامل معها وأحبها في روحي، بعد كده أبتدي أنطلق أغير الحاجات اللي أنا ممكن أطور بها نفسي وأغير. طيب إحنا قلنا في النهاية المفروض نصل لحتة الثقة بالنفس اللي هي أساسها المفروض تكون قبولك لذاتك وتقديرك لنفسك أيا كانت نفسك دي. كيف الواحد يقدر يطور ثقته بنفسه بعد ذاك؟ يعني دائما الثقة بالنفس مرات الواحد بيحس بثقة، مرات الواحد بيحس بانهزامية كده، كيف الواحد يقدر يحافظ على ثقة بالنفس دائما في مستوى عالي؟ في البداية عشان أنت تصل لمرحلة الثقة بالنفس، الثقة بالنفس بتمر عبر جسر تقدير الذات. إذا كان تقديرك لذاتك عالي، تقديرك لذاتك مرتفع،
انت كانت ستصل لدرجة عالية من الثقة بالنفس. نعم. في أمثلة كثيرة حتى عندنا في الإسلام، مثال عبد الله بن الزبير. نعم. عندما كان طفلا كان يلعب في الشارع وجمع الرئيس سيدنا عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب كان الشياطين تهرب منه. نعم. فهرب الأطفال لما شافوا عمر بن الخطاب ووجد عبد الله بن الزبير. نعم. لم يهرب، فسألوا لماذا لم تجري مع الأطفال، فرد عليه قال أنا لم أخطئ والطريق واسع ويمكن أنت تمشي بعيد. فكيف وصل لهذه الثقة من النفس؟ عندما تأتي تنظر نظرة، يعني نحن نظرتنا كنظرة سايكولوجية للموضوع ده، بتلقى إنه أسرته كان عندها دور كبير في أنها تبص الثقة بالنفس لعبد الله بن الزبير. من كانت أمه؟ من كان أباه؟ من الذي ربته؟ ربته عائشة رضي الله عنها. أمه كانت أسماء بنت أبي بكر. نعم. جدته صفية بن عبد المطلب. نعم. أباه الزبير بن عوام. لذلك بثوا فيه هذه الثقة بالنفس. أمه كانت في الهجرة كانت تنقل الذات. أسماء بنت أبي بكر شخصية حازمة. نعم. وربته عائشة أم المؤمنين. لذلك بثوا فيه الثقة بالنفس. الثقة بالنفس تأتي في المنطلق الأول من الأسرة. من الأسرة. جميل شديد. طيب يا مصعب سامي، يعني هسه احنا تكلمنا عن مثل جميل جديد هو من الصحابة، لكن احنا في مجتمع ثاني وبتحكم تفاصيل مختلفة. شنو الدور اللي في زماننا ده بتقدر الأسرة تلعبه علشان تقدر تعزيز به الثقة بالنفس؟ طيب الأسرة طبعا بتلعب دور رئيسي جدا في تعزيز تقدير الذات أو في انخفاض تقدير الذات لدى الأبناء. فالأسرة طبعا من خلال يعني تعليقاتهم لأبنائهم، يعني مثلا تجي مثلا يجي الاب والام يعاينوا لاولاد ويقول لهم انتوا يا اخي انتوا ناس فاشلين، انتوا ما ناجحين، انتوا يا اخي ليه ما تكونوا زي فلان الفلاني. دي طبعا بتترك اثر سلبي في الابناء مما تضعف من تقدير الذات. لكن لو كان المقارنات بينه وبين اولاد خالتهم واولاد عمهم، ايوه المقارنات ويلوموهم على سلوكياتهم الما كويسه وكده. طيب لو كانت الاسره مثلا بتستخدم اسلوب التشجيع، بتستخدم عبارات إيجابية للأبناء، يعني مثلا الابن مثلا الأبناء مثلا لو عملوا حاجة كويسة قولوا ما شاء الله عليكم انتوا ناس شاطرين، انتوا ناس تمام، انتوا ناس يعني نحن يعني ربنا يوفقكم. دي كلها بتترك أثر إيجابي في نفسية الأبناء. وبالتالي دي بتنعكس إيجابا على شنو؟ على تقدير الذات. تقدير الذات تمشي لتقدير للثقة بالنفس. تمشي للثقة في النفس. نعم. طيب شنو تاني ممكن أدوار إيجابية ممكن الأسرة كمان تتدخل لتعزيز ثقة الأبناء بنفسهم؟ في الأول هي الثقة بالنفس تبدأ من التربية. نعم. أنت كأب تبص تربية معينة، يعني استراتيجيات معينة، بتعلم طفلك قيم مبادئ وتقاليد وعرف، تلك القيم الإسلامية لابد أن تبصها على طفلك. زائد طريقة التربية بتختلف من أب لأب، تجد يعني الثقة بالنفس ما مرتبطة بين شخص ذكي أو غير ذكي، أو مرتبطة بين شخص يعني طويل أو قصير. الثقة بالنفس تعتمد على التربية، هي الأساس. أنا إن التربية في الأساس، وتدخل معها أيضا عامل وراثي. الثقة بالنفس قد يمنعها عامل وراثي الذي هو ممكن في مر يعني ما لديه رهاب اجتماعي. إذا كان الأب مصاب بالرهاب الاجتماعي، فمثلا يقول يعني لما يتعرض لمواقف اجتماعية يشعر بخفقان، عندما حتى لو ما كان قدام مسؤولين قدام اي زول، يعني حتى ابسط الناس ما بيقدر يقعد مع الناس، ما بيقدر يقعد مع الجماعه، ما بيقدر يحتك في المواقف الاجتماعيه، بيهرب. وممكن يبص التربيه دي لابنه ويضعف من ذاته، وده بس يضعف ثقته بنفسه، اللي يبقى واليوم ما تقعد مع الناس زي اطلع من هنا، تعال من هنا. ايضا اصحاب الشخصيه التجنبيه اللي هم اللي بيتجنبوا الناس، او الشباب اللي يعني يكونوا تشاؤميين شويه، يقول لولده لا انت ما تمشي مثلا، ما تمشي البحر ده كتل فلان وكتل فلان، ما تسافر مع اصحابك، هيحصل كده. وممكن ما داير يمشي او ما عنده قروش عشان يسافر له، لكن بيكون متشائم على طول. والتشاؤم ده نهانا عنه الاسلام، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تفاعلوا بالخير تجدوه. طبعا اضافه لكلام مصعب، هنا ده دور القدوه في تعزيز تقدير الذات. زي ما تكلم مصعب قال الامثله بتاعت الاب اللي عنده رهاب اجتماعي، بيوري ولده يا اخي انت ما تطلع قدام الناس طبعا حيعينوا لك، وفي النهايه حيسخروا منك ويقول لك عبارات ما كويسه، وفي النهايه داري يجنب الابو داري يجنب ابنه من الموقف. صحيح. هنا حيحصل شنو؟ حيحصل تعلم، حيتعلم من ابوه السلوك
الخاطئ ويرثه لو ما بالجينات يرثه بالاحتكاك وبالتعامل بالتعلم. طيب جميل، نحن حنواصل في المحاور دي لسه وكلامنا عنها كثير، وحنشوف كمان دول المجتمع الموجودين فيه والأصدقاء، لكن خلونا نطلع معاكم ومع المشاهدين، نطلع نشوف استطلاعات الرأي للشباب خارج الاستوديو. يقول إنه يؤمن بقدراته، إنه أي حاجة في الدنيا ممكن يعملها لو هو أصر على الحاجة دي، وعن أي حاجة ممكن يعني تعملها وما في أي مشكلة يعني، بس كيف انت تاخد ثقتك في نفسك وتؤمن بقدراتك. حياة يقودها عقلك افضل بكثير من حياة يقودها الاخرين. اهم شيء تعتمد على نفسك، يعني يكون حاجة خدتها رغبتك تواصل، والارض جرب بدل الحجر. الايمان بالله سبحانه وتعالى، وذاك الايمان بالقدرات والتفكير في المستقبل ممكن تزيد الثقة في النفس. اول حاجة تزيد ثقتك بنفسك، بانك اي عمل تعمله لازم تنجزه، واعتصر على انه اي عمل تقوم به لازم يتم على وجه الاكمل بنسبه 100%، وتركز انه اي عمل ما يعوقك اي عائق قدامك، بانه العمل الذي تقوم به لازم تنفذه، وانت ما في حاجه ناقصاك بان تؤدي العمل كامل. الثقه بالنفس هي مهمه جدا جدا للطلبه ولجميع الناس طبعا. فيلا بس الحته اللي اصلا تزيد فيها عن الثقه، فانك تكون واثق من نفسك اول حته انت تظهر الثقة للناس. فبالتالي انت لما تكون واثق من نفسك او انت ماشي في الطريق الصح، يعني لا تخاف من حاجة ولا تدي الهام انك خايف من حاجة، فانك اي حاجة اي خطوة انت تكون واثق انك ماشي تعمل في شنو بتعمل في شنو اساسا. الزول كان داري يزيد ثقته في نفسه اول حاجة، ياخد في روحه الثقة انه احسن زول، يعني حتى من الصباح يقوم، يعني يقوم فعارف روحه انه احسن زول في العالم ده كله، ما عنده اي حاجة لاي زول. فحتى الناس لو هزوا ثقتك في نفسك، يعني تقول لهم ما تشتغل بهم كله. انت ممكن تكون ماشي في طريق صح، عادي الناس بيجوا بغلطوك، يعني بقول لك انت ماشي غلط. فاكثر حاجه غلط انك تمشي وراء اراء ناس قد ما ينفعوك لقدام، عشان كده انت تكون عندك اصرار وعزيمه وخطيت هدفك ده تسعى تحاول تصل له باي طريقه ممكنه. انت يكون عندك ثقه في نفسك لازم يكون عندك اصرار وعزيمه، وما تنكسر مهما لقتك صعاب. واي حاجه في الدنيا انت لو جيت تعملها لازم تكون في مشاكل، لازم تلاقيك مشاكل وعقبات. تكون واثق من نفسك، تحدد هدفك وتمشي، واعرف انه اي مشكله عندها حل. يعني في انك بتكون ماشي في الطريق الصحيح، تكون ماشي في حياتك بتعمل لقدام حياه صحيحه، وحياتك انت عارف نفسك بتعمل في شنو والحياه دي صح. بيجوا في ناس بيغلطوا بيقول لك الكلام ده يا زول انت بتعمل فيه ما صح، وانت عارف في بالك انه الكلام ده صح. انت بتكون ماشي في الدرب الصح وصيغتك انت عارف شنو. الناس لما يجوا يغلطوك بيفقدوك الثقه في نفسك، لازم تزيد ثقتك، يعني تطور ثقتك، تعمل ارائك الصح، الحاجه انت شايفها الصح تعملها. مقدمات انك تكون واثق من نفسك، انك مثلا تكون واثق من عبادتك لله سبحانه وتعالى، وتكون واثق من انه من توكل على الله فهو حسبه. لذا فعليك أن تتوكل على الله في كل شيء تود فعله ولا تتردد، لطالما أنك تعلم أن هذا الشيء الذي تود فعله هو صحيح. مشاهدين، وسمعنا هسي رأي الشباب بالاستطلاعات الخارجة للاستوديو. حنواصل، وإحنا كنا بنتكلم عن الأسرة ودور الأسرة، إنه أحيانا بيكون في توريث بالجينات لحاجات سلوكيات أو أطباع، ولو ما ورث الطفل بالجينات بالتربية عن طريق تعاملنا مع أطفالنا، نحن ممكن نورثهم تخوفات عندنا هي ما حقيقية وما عندها منطق، وممكن نورثهم بعض السلوكيات الخاطئة. نحن حنتكلم تاني وحنواصل فيه، لكن ده نشوف دور المجتمع بعد ذاك والأصدقاء. هل الأسرة هي المؤثر الوحيد على 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 على, على, على تربية الواحد وتنشئته وتعزيز ثقته بنفسه، ولا ممكن المجتمع والأصدقاء حوالين الواحد يلعبوا دور كمان؟ طيب في النقطة بتاعت الموروثة، أنت تستطيع أن الجين أو الوراثة ما بتلعب دور كبير، قد تلعب دور بنسبة 1% فقط. لكن الأب المصاب بها مثل هذه الأمراض أو الشخصية التجنبية أو صاحب الرابط الاجتماعي قد يفجر هذا الجين ويصبح موروث تربويا. لكن الجينات ما بتلعب دور رئيسي، قد تلعب دور بسيط إلا إذا حدث في مثل هذه الأمراض فقط. طيب. أيضا إذا كان دور الأسرة في التربية ضعيف، بالتأكيد عندما يخرج الطفل من بيئة المنزل إلى بيئة الخارج مع أصحابه في الشارع أو في المدرسة، فإذا كان دور الأسرة ضعيف، مثلا إذا كان غياب أحد الوالدين، الوالد مغترب أو موت أحد الوالدين،
بيبقى بقية العوامل اكثر تاثيرا اللي هم الاصدقاء والمجتمع. نعم. طب ممكن يصل لحد وين تاثير الاصدقاء؟ قد يعني الطفل قد يتاثر بالاصدقاء تاثر كامل. يعني الطفل من هو صغير لابد ان ندي تربيه، عندنا التربيه النفسيه، التربيه الجنسيه، توريه ان الطفل عندما يبدا يصار في مثلا من مرحله المراهقه لابد انها تظهر عليه تغيرات فسيولوجيه، تغيرات جسميه، سواء كان يعني ولد او بنت يعني. ايوه. نعم. ولد او بنت، لانه اذا ما استقط حاجه من البيت حيبدا يفتش عنها في الخارج. ودي حاجه هي غير موجوده في مجتمعنا، انه الطفل اذا سال سؤال فالاب يقول السؤال ده محرج فبشاكله. فهنا الطفل بيمسك الحاجه دي جواه يتهرب كده ويخجل من سؤال ولده ده. ايوه بيخجل من سؤال ولده، بيمسك الحاجه دي في نفسه، بيبدا يعرفها من وين؟ من الشارع. يلا بعد ذاك صحيح نفتح باب بعد ذاك للاستغلال ولكل الحاجات الخاطئة اللي احنا بنشوف في مجتمعنا. دور الأصدقاء بعد ذاك تاري بيتمثل في شنو يا سامي؟ طيب دور الأصدقاء، طبعا الإنسان طبعا بيختار الأصدقاء القريبين من أفكاره من اهتماماته وكده. فطبعا الإنسان لما يختار الأصدقاء بيحاول طبعا يلقى نفسه في الأصدقاء اللي هو اختاره. طبعا لازم شنو يسايره ويمشي ويمشي مع قوانينه ومواطننا، عشان شنو في النهايه يثبت وجوده معه. اذا كان الاصدقاء بيتمتع بتقدير متدني في الذات، هو هيكتسب من الاصدقاء التقدير المتدني للذات. اما اذا كان الاصدقاء ناس ما شاء الله نشيطين في المجتمع، عندهم نشاط واثقين من نفسهم، عندهم نشاطات خارجيه وناس اجتماعيه ما شاء الله بيشاركوا في الافراح وفي الاحزاب، فالزول بيكتسب منهم السلوك الايجابي وده بيعزز من تقدير الذات عنده. يعني انت كمان تختار، انت لو داير تعزز ثقتك بنفسك، حاسس انه في مشكله في الحته دي، اختار اصحاب يكون عندهم ثقتهم بنفسهم عاليه، بيعرفوا يتكلموا في مجتمعاتهم ناس مقدرين ومهمين. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا باختيار الجليس الصالح، مثلا نعم. الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافغ الكيل. نعم. ففي النهايه الجليس الصالح في النهايه يودي الجليس الصالح هو اللي بيوديك لقدام، لكن الجليس السيء هو في النهايه حيوديك لحاجات انت في النهايه غنى عنها، وممكن يوديك لانحرافات. صحيح. في النهايه صحيح ما حتصل الا للسلوك السلبي. جميل. طيب يا مصعب، اذا كانت الاسره يعني كان فيها بعض الظواهر السلبيه و واهالينا ممكن يكونوا ادونا بعض العادات السيئه والاطباع اللي هي ممكن تكون ما بتلعب دور كبير شديد في تعزيز النفس، هل ممكن اصدقائي ياثروا علي يبقى في يعني زي ما في عامل سلبي في الاسره يكون اصحابي يعززوه لي؟ طيب يمكن الاصدقاء هنا يعززك سلبيا او ايجابيا. فاذا عززك سلبيا، اذا كان مثلا هذه الاسره يعني مثلا كان اسره بيعملوا الزار مثلا. الأسرة كلها بتعمل الزهر، فهنا الطفل أو الفتى لما يطلع من المنزل مش الشارع، فأصدقائه بالتأكيد يمكن يعززوا له الحاجة دي ويمكن يسخروا منه، يكونوا شايفين إن هي حاجة عيب، فهنا هو ممكن تكون له نقطة تغيير، ممكن صحيح. هو يحاول يغير من أسرته، أو يمكن إنه إذا عززوه سلبيا هو هيحاول يدعم السلوك السيء. السلوك السيء ده. نعم. أنا قصدي يعني هل ممكن الواحد يتطور بوجوده في وسط من الأصدقاء، وسط جميل، وسط الشباب في واثقين من نفسهم، شباب زي ما قلت فاعلين في المجتمع، هل ممكن يصل مراحل بعيدة من التطور في ثقة بالنفس حتى لو كان عنده يعني سوابق بتاعت عدم ثقة بالنفس في البيت وأهله ما واثقين في نفسه، يعني تلقى أنه أهله عنده مشاكل في ثقة بالنفس لكن أصحابه قوموا شخصيته، هل ممكن نشوف كده؟ ممكن، لأنه مثلا السلوك السلبي هو سلوك متعلم مكتسب. نعم. والحياة مكتسبة، أنت ممكن تغييرها، ممكن تغير السلوك السلبي إلى سلوك إيجابي. نعم. الطفل لما يطلع من المنزل ويدخل المدرسة ويصل مرحلة المراهقة، هي مرحلة من 10 سنوات إلى 18 سنة، يصل مرحلة المراهقة بيبدأ هنا بيكون في يبحث عن نفسه، بيكون شخصيته، بيبحث عن يشوف اهتماماته هي شنو. نعم. في البداية بيكون عنده يعني بيبحث عن الاهتمامات، بيشوف فلسفته الخاصة، لازم يبحث عن فلسفته الخاصة، عشان كيف تجد دائما الأحزاب أو التيارات السياسية بتبدأ تستقطب الطلاب في المرحلة بتاعت المراهقة. صح معي. لأنه بدأ يبحث عن فلسفة جديدة، تلقاه مرة متدين، مرة ملحد، مرة كل مرة بيتيك بفكر جديد، بيبدأ يبحث عن فلسفته. صحيح. بيبدأ أيضا يبحث عن المكانة الجديدة له في البيت، لأنه خرج أصبح مراهق بيشوف نفسه انه بيقى دور كبير، يمشي يجي راجع لناس البيت بالفكره الجديده، بالصوره الجديده. أيوة. للنفس وللذات. أيوة.
جميل شديد. نحن هنواصل معك عفوا يا مصعب وسامي، لكن خلونا نطلع معاكم مع المشاهدين نشوف فاصل قصير معاكم ونرجع تاني زي المشاهدين ونواصل معاكم مصعب وسامي. نتكلم في نقطة تانية وهي نقطة الاستشارات النفسية والاستشارات السلوكية في مجتمعنا ما حاجة معروفة. يعني قدر شنو الحاجة دي مؤثرة في ظواهر انخفاض الثقة بالنفس عند الشباب؟ طبعا يعني مجتمعنا السوداني غايب عنه انه الاستشارات النفسية خصوصا في المجال النفسي. يعني مثلا هل هم عارفين مهمة الطبيب النفسي، المعالج النفسي، الباحث الاجتماعي؟ نعم. لو حصلت مثلا مشكلة في البيت، الواحد يعني مثلا تكون مشكلته عميقة جدا، ما بلجأ مثلا للطبيب النفسي أو بلجأ مثلا للمعالج النفسي أو بلجأ للباحث الاجتماعي في علاج مشكلته، فبيتجه مثلا لعلاج المشكلة مثلا للأصدقاء، للواحد من أعضاء الأسرة معروف عنه أنه بعالج المشاكل وكده. لكن قد لا يعرف الصديق أو واحد من أعضاء الأسرة معروف عنه أنه هو بيحل المشكلات وكده، لا يعرف عمق المشكلة بتاعت عند الزول ده. يلا الفرق ما بين مساعدة الصديق ليك واستشارته ومساعدة المتخصص النفسي أو الاجتماعي. طبعا المتخصص النفسي طبعا يعرف التفاصيل عن النفس، عن المشكلات اللي بمر بها الزول، فعنده عارف أدق التفاصيل، عارف الأمراض والاضطرابات النفسية. فعلى عكس مثلا الصديق او واحد من اعضاء الاسره المعروف عنه بانه هو بيحل المشكلات وكده، ده بينظر للمشكله من ناحيه سطحيه. على عكس المختص النفسي او الطبيب النفسي بينظر للمشكله مثلا زي الطبيب النفسي بينظر للمشكله من ناحيه جسديه عضويه. هل في مثلا لو هو عنده مثلا مشكله نفسيه او اضطراب نفسي، هو بينظر للمشكلة دي من ناحية عضوية كيميائية. نعم. أما المعالج النفسي بنشوف الأسباب الرئيسية اللي أدت، الأسباب البيئية اللي أدت لشنو؟ أدت للمرض النفسي والاضطراب النفسي كده. أما الباحث الاجتماعي بيشوف الجو الأسري، هل هو مهيئ ما مهيئ، الجو الاجتماعي الحتة اللي عايش فيها هل هي وصلته للمشكلة النفسية اللي هو فيها أو لا. إذا نحن ممكن بالاستشارات دي نلقى زول بيفهم بيعرفك أكثر من صاحبك بعدين. أيوة. يقدم لك نصيحة صاحبك القريب أو فرد الأسرة القريب منك ده ما قدر يقدمها لك. فعلا. نعم. لكن طبعا يعني نحن أناشد وسائل الإعلام إنها شنو يعني تدي صورة واضحة لأهمية الطبيب النفسي والمعالج النفسي والباحث الاجتماعي عشان المجتمع يتثقف في الحتة دي ويعرف. نعم. كيف مثلا لو واحد مثلا من أعضاء الأسرة أو الزول نفسه عنده مشكلة يلجأ للناس دي. نعم. جميل شديد. طيب دارين نشوف علاقة الثقة بالنفس مع بالنجاح والفشل، هل عندها علاقة وتقدير الذات كمان؟ طيب الثقة بالنفس بعد أن تتولد لديك ثقة بالنفس تبدأ بعد ذلك تضع صورة ذاتية في ماذا تريد أن تنجح، تضع أهدافك، تأتي بورقة وقلم تكتب أهدافك، تكتب أحلامك، إذا كانت أهداف أنا أريد أن أصبح مثلا مدير شركة، كيف أنا أحقق هذا الهدف؟ ولماذا أريد أن أصبح مدير شركة؟ أنا أريد أن أصبح مدير شركة للأسباب الآتية، أسبابي هكذا، متى سأصبح مدير شركة؟ عامل الزمن أيضا مهم، وضعت أهدافي، أبدأ بأن أتصور هذه الأحلام أو هذه أني بقيت مدير شركة، أبدأ أتصورها في داخلي. في معلومة علمية بتقول أيضا أن العقل لا يفرق ما بين الحقيقة والخيال. العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقة والخيال. نعم. يعني انا كان تخيلت حاجه وبقيت تخيلت طوالي، عقلي الباطن جوا بيرسم صوره انه انا عملت الحاجه دي حقيقه يعني. صحيح. نعم. بدات بالتصور في هذه الحاجه بتحصل لك على ارض الواقع. لكن يعني هذا ايضا موجود في الاسلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفاعلوا بالخير تجدوه. وفي في بعض الاحاديث القدسيه انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أيوة. فأنت لما تفاعل بالخير تجدوه، يعني لما تتفاعل بالخير يعني تتصور الحاجة الإيجابية، حاجة كويسة. عشان كده السلوكيات السلبية هي كلها افتراضات بتضعها أنت في نفسك، أنا زول كعب، أنا زول سيء، أنا لا أستطيع أن أفعل كذا ولا أستطيع أن أفعل كذا، هذه تصورات. تلقى الشاب مسكين يتخيل كمية من التجارب الفاشلة في راسه. أيوه. وعقله الباطن سجل وفاشل كأنه فعلا مر بها يعني. نعم. كأنه مر بها. عشان كده بتبدأ تتحقق أمامه في الواقع. عشان كده الإنسان نهانا عن التشاؤم. نعم. وأمرنا بالتفاؤل، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتفاؤل. طيب النجاح والفشل، أنا في وجهة نظري الشخصية ما برى أن هناك في حاجة اسمها فشل أصلا، هي نجاحات لكن بدرجات متدنية. النجاح الأول يعني مثلا
أنا أريد في المدرسة مثلاً إني أجي الأول. في البداية اجتهدت ودرست لكن ما جيت الأول. بدي أشوف الأسباب خلتني أنا ما أجي الأول شنو في المدرسة، والأسباب اللي خلت إنه مستواي يرتفع شنو. ببدأ دايما الأسباب، مرض بأي مشكلة بتحول لشخصين، بنقسم لشخصين، مصعب صاحب السلبيات صاحب المشكلة، مصعب المستشار. هذا أخفيه، اشتغل بمصعب المستشار، أبدأ حل المشكلة. ودي بتلقى في إنه الناس دائما لما أجي استشيرك في مشكلة أقول لك حلها لي، فأنت بتحلها لي ما بتتباكى معي في المشكلة ولا بتحزن، بتحلها لي بعقل وبحكمة. لذلك أنا لا أفعل المفروض أعمل الحاجة دي في نفسي، أنا لا أحتاج لاستشارة لزول. أنا أخفي البكاء وأخفي المشاعر وأخفي الخلق، أستخدم حل المشاكل بالعقل وبالحكمة. كيف أنا أصل للنجاح؟ في البداية وضعت أهدافي، بقيت ماشي على استراتيجية معينة. في البداية لا أقارن نفسي بزول تاني، ما أقول إن زول داك نجح أنا يمكن أبقى زيه، لا يمكن زول داك لأنه أحسن مني، عنده إمكانيات متوفرة له وماديات أحسن مني. لا، النجاح ما توقف على الماديات، ما توقف على أي حاجة تانية. النجاح تصور، تصورك أنت إنك أنت عايز تنجح، بتبدأ تعمل في النجاح، تسعى للنجاح وبتصل للنجاح إن شاء الله. جميل شديد. أهم حاجة طبعاً إضافتي لما قاله مصعب، هل أنت دار تغيير ضعف ثقتك في نفسك عشان تصل للنجاح ولا لا؟ ده بيخش فيه مبدأ مهم جداً، هو التغيير. عندك رغبة في التغيير، إنك تغير ذاتك عشان تثق في نفسك عشان تحقق نجاحات أكبر ولا لا؟ طبعاً أهم حاجة في التغيير ناس كثيرين بيقعوا فيها، اللي هي شنو؟ مثلاً لو دار يقلع عن عادة معينة بيتغير طوال التغيير كامل من دون ما يتدرج في التغيير. أهم حاجة في التغيير التدرج، بالتدريج كل ما تحقق إنجاز كافئ نفسك عشان تصل لشنو؟ للتغيير الكامل. لأنك أنت كما كافأت نفسك ممكن ترجع تاني للمرحلة الأولى، زي التحفيز ليك وده عشان تواصل المسير، يعني عشان تواصل في المسير. أهم حاجة طبعا في التغيير تحمل مسؤولية. يعني أنت لو حاولت أنت في مسيرتك في التغيير ماشي في خطوات ثابتة، ماشي في 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 تحقيق أهدافك، مرت بلحظة بتاعت إخفاق معينة، أنت عليك شنو؟ ما تحمل أخطائك، أخطائك تقوم ترميها في الآخرين، هم سبب شنو؟ سبب فشلك. أنت تحمل مسؤولية، لأنك أنت لو تحملت المسؤولية معناها أنت بتحتفظ بطاقتك، ما بتهديرها في أنك أنت تلوم الناس وتقارن الناس والناس هم سبب، والدولة كمان تلقي اللوم على الدولة. صحيح. فأنت توجه طاقتك لنفسك عشان تقدر شنو؟ انت تحل مشاكلك بذاتك عشان بعدها عشان شنو؟ طرف. عشان قراراتك تكون سليمة وحكمك للأشياء يكون سليم. جميل شديد. نحن هنواصل معاكم بالتأكيد وهنواصل في الكلام المفيد اللي بتقولوه لنا مصعب وسامي، لكن خلونا كمان نقرأ آراء الشباب اللي بيرسلوها لنا في الفيسبوك موقع أوراق شبابية، عفوا صفحة أوراق شبابية الموسم السابع. احنا نزلنا سؤال وتكلمنا فيه عن الثقة بالذات والثقة بالنفس. ردت علينا هدو عماد، قالت في مجتمعنا في بعض الناس لما يشوفوا شخص عنده ثقة في نفسه بيقولوا عليه متكبر ومغرور ومفتري، شايف نفسه يا دنيا ما فيك إلا أنا، ودي بتكون نظرة خارجية فقط. مصعب رأيك شنو في الكلام ده؟ هل فعلا بيكون عندنا خلط ما بين الثقة بالنفس وتقدير الذات والغرور؟ في خلط موجود في مجتمعنا بين النظرة بين الثقة بالنفس وبين التكبر. نعم. طيب، عشان تصل للثقة بالنفس أنت حب نفسك، حب ذاتك. حب الذات ليس من الكبر، حب الذات هو أساس للوصول للثقة بالنفس. الشخص الواثق من نفسه تراه مختلفا، لديه ابتسامة مختلفة، لديه مشية مختلفة، لديه أفكار مختلفة. لكن التكبر هو التعالي على الناس. يعني المفهوم بتاع الثقة بالنفس والتكبر بعيدين من بعض جدا. صحيح. الزول الواثق في نفسه وبقدر ذاته ده مع نفسه هو، يعني هو واثق من قدراته. نعم. واثق من امكانياته. هو طبعا ما داير يثبت للاخرين، داير يثبت لنفسه. ما داير يثبت للاخرين. نعم. وده اي زول لازم يمسك الحاجه دي. صحيح. انه يثبت لنفسه انه هو قادر يستطيع انه يحقق ما داير يصل له، الحاجه داير يصل لها. جميل شديد. نقرا كمان تعليق ثاني هو كاتباه، هو موليا شبلي قالت إنه في مجتمعنا كمان في مشكلة تانية، في إنه الواحد بيسمع كلام كثير هو ممكن يحبط من ثقة الواحد بنفسه، زي إنك تكون متواضع، زي إنك أنت ما تحاول تتكلم عن نفسك كثير، لازم يكون عندك نكران ذات، حاول الحاجات الجميلة اللي بتعملها ما تذكرها، أذكر الحاجات اللي ممكن تكون سلبية قدام الناس. كمان عندنا مشكلة العين والحسد، الواحد داير يسهر بأسوأ منظر
عشان الناس ما تحسده، وده بأكيد بيقلل من الثقة بالنفس. طيب. كلام صحيح، دي كلها اعتقادات خاطئة، اللي هو انك انت تعتقد انه لو انا مثلا عندي امكانات وعندي قدرات وحققت انجازات كبيرة، دي لو انا خدت اعتقاد انه العين والمس العين مثلا والسحر ممكن حيأثروا علي، انا كده حتأثر. والحاجة الثانية، في حاجة مفهوم التواضع، الانسان المتواضع انسان، يعني انا شايف ده مفهوم خاطئ عن التواضع. نعم. الانسان احنا حسب نحن طبعا في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفع. نعم. الانسان يتواضع معناها لا ينظر للاخرين باستخفاف، ما بشوف الاخرين دي الاقل منه اصغر منه كده، هو الزول المتواضع بيقدم للناس بيخدم الناس صاحب رسالة، لكن لا ما بشوف نفسه وبيتعلم من الناس، ما بشوف نفسه اكبر من الناس. نعم. اذا تعدلت المفاهيم دي بالتالي نقدر نتخلص من المفهوم الخاطئ عن التواضع، ومفهوم العين والحسد والكلام ده طبعا مفاهيم اكتسبناها من اهالينا مجتمعاتنا وكده، بغض النظر عن صحتها او خطأ. نعم. نحن هنواصل كمان تاني نشوف من احمد المبارك، قال يا جماعة نعاين شوية لمدارسنا اللي احنا بنقضي فيها أطول أيام حياتنا في الطفولة، ولجامعاتنا، هل هم فعلا بيلعبوا دور كبير في تعزيز الثقة بالنفس، ولا هم بيكونوا هدامين للثقة بالنفس؟ لما يتخرج الواحد يكون زي ما بيقولوا كاتل ظله ماشي جنب الحيطة، ما عارف حتى قيمة نفسه، ما عارف هو الحاجة اللي ممكن يقدمها للمجتمع شنو. يمكن دي برضو واحدة من الظواهر اللي بتكون ظاهرة. أكيد المدرسة والجامعة بيلعبوا دور كبير، فإذا جيت في المدرسة فنحن ما عندنا ثقافة إنه يكون في مرشد تربوي في المدرسة. في المدرسة. نعم. ودي حاجة هي مهمة جدا إنه يهتم بمشاكل الطلبة، يهتم بإشكاليات اللي بتحصل للطالب. لما يجي طالب للمرحلة الجامعية بيبدأ يثبت نفسه، يثبت ذاته أمام الطلاب، خاصة إذا كان ولد بيبدأ يثبت نفسه قدام البنات، أو إذا كان بنت والعكس. طيب الثقة بالنفس هنا تبدأ تتعزز من الطالب ده، إذا أنت عايز بجد تكون زول تتخرج من الجامعة دي وتكون زول عندك مستقبل متميز وتكون زول ناجح في حياتك، ما هتهتم بالحاجات دي كلها، هتبدأ تكون عندك أفكارك الخاصة، أفكار مستقبلية، أفكار ممتازة. عشان كده تلقى جزء من الطلبة، لا أقول كل الطلبة، يعني قليل من الطلاب تلقاهم يمارسون سلوكيات طفولية، سلوكيات مراهقة. صحيح. بس هم يعني قد يكون لديهم مراهقة متأخرة، قد يكون يعني مكفولين طوال في البيت اول مره يعني يشوفوا المجتمع الجامعي. نعم. طبعا المجتمع المدرسي بيختلف تماما من المجتمع الجامعي. الجامعي صحيح. نعم. المجتمع الجامعي يكون مجتمع مفتوح مدى المجتمع المدرسي. نعم. زيك بيبدا يبحث عن ثقته بنفسه، تلقى ان بعض الطلاب بيشربوا السجاير، بيمارسوا سلوكيات ثانيه، بيقعد مع البنات كثير، او البيت كذلك العكس، بيبدا يعني بيشوف انه هذه بتكمل من شخصيته. نعم. بتعزز من ثقته بنفسه. صحيح. طيب طبعا إضافة في ما قاله مصعب، أهمية وجود المرشد التربوي في المدرسة. طبعا خصوصا لو نحن مشينا للمرحلة الثانوية، هي المرحلة الفاصلة اللي هي بتودي الزول إنه يخش للتخصص اللي هو دايره. نعم. أغلبية الطلاب طبعا يعني ما عارف هو يخش ياتو تخصص، ياتو تخصص يختار هو، فدور المرشد التربوي هنا مهم جدا، إنه مثلا يوري الطلاب من بداية المرحلة الثانوية، يوري الطلاب معلومات عامة عن التخصصات الموجودة في الجامعات، عشان الواحد يشوف ياتو تخصص مناسب مع قدراته وإمكاناته. فالواحد لو مثلا مشى وصل خلاص طلع من المرحلة الثانوية مشى للجامعة وما عارف ياتو تخصص، سمع من الناس يا أخي التخصص ده فيه قروش، والتخصص ده يعني في النهاية فيه مستقبل كبير، وهو في النهاية التخصص ده لو خشاه ما متوافق مع شنو، مع إمكاناته وقدراته، في النهاية بيمشي المجتمع الجامعي بينصدم بالمنهج الدراسي بالواقع. نعم. بالواقع والمنهج الدراسي، ودي بتنعكس سلبا على شنو؟ ليس على تقديره الذاتي. ايوه. نعم. طيب بإضافة الى كلام سامي في اختيار التخصص. نعم. عندما يأتي الطالب الجامعي يختار التخصص فهو بالتاكيد حيمر بصراعات، انا اقسمها لثلاث صراعات، صراع هو نفسه هو عاوز يدرس هذا التخصص، صراع الاسره أنا أبوي وأمي دايرين أبقى دكتور، أنا أمي وأبوي دايرين أبقى مهندس. نعم. صراع الأصدقاء، أنا أصحابي اللي بحبهم شديد وشلتي مشوا مثلا اقتصاد، فأنا عايز اقتصاد لكن الناس عايزيني كده، وأنا لنفسي ما عايز أقرأ حاسوب. بيحدث هنا الصراع، في النهاية بتتغلب الرغبة الأكثر فعالية، صاحب التأثير الأكثر، سواء كان الأصدقاء أو كان الأسرة. نعم. إذا كان الأسرة دورها أكبر، دخلوا مثلا كلية الطب، يدرس طب،
انه هيكون داخل من غير رغبه. نعم. فبالتاكيد ما هيقدر يبدع. لكن هو في كل الحالات بيكون ما شاف رغبته او امكانياته بتوديه وين عشان بعد كده يختار له تخصص يكون متماشي مع رغبته. جميل. نحن كمان يعني عايزين نشكر احمد عبد الله على تعليقه اللي قاله. هو كمان يعني بيعزز وبيشكر في اختيار الموضوع. وعندنا مجموعة كمان من التعليقات. نحن طبعا بالتأكيد ما بنقدر نغطي كل التعليقات اللي عندنا, وبنشكر الشباب اللي هم دايما متفاعلين معانا باللايك. نحن بنحاول نقول لهم يعني غير اللايك ده حلو ظريف شديد, انتوا كويس اخترتوا معانا الموضوع, لكن عايزين تعليقات نسمع كل آرائكم. يعني احنا شاكرين لكم كل الشباب اللي بيعلقوا علي أوراق شبابية الموسم السابع في الفيسبوك. نحن هنواصل معاكم في باقي محاورنا, واحنا تقريبا ما بقى لنا زمن طويل شديد في الحلقة. يعني انا داير اتكلم معاكم يا 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 سامي في النتائج المترتبة لو الواحد مهتم بالثقة بالنفس, لو الواحد بقى ما عنده ثقة بنفسه, هنشوف شنو ممكن يتوقع يحصل له في حياته حياة سلبية. طبعا حتكون نتائج خطيرة جدا. نعم. اللي هي اول شيء ضعف الانجاز, يعني ثقته بنفسه ضعيفة معناه ما حيقدر انجز. نعم. إذا ما بيقدر إنجز معناه حينظر لنفسه نظرة سلبية, بينظر لذاته نظرة سلبية, بينظر لنفسه إنها ما عندها قدرة على إنها تنجز. بالتالي ممكن يتعرض لشنو, ممكن يعني يصاب باضطرابات نفسية, يصاب باضطرابات عقلية, أو ممكن يعني ينحرف سلوكيا. مثلا يمشي وراء الإدمان, إدمان المخدرات, إدمان الكحوليات وكده. فدي دي طبعا يعني النتائج المترتبة السلبية على 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 ضعف الثقة في النفس آثارها كبيرة جدا. فالواحد لو ما أدرك نفسه, ما وعى بنفسه إنه هو عنده ضعف في ثقة في النفس كده, يعني في النهاية حيمشي في مسار يعني يظنه خطير جدا. طيب يعني في الختام كده, نحن تقريبا وصلنا لختام الحلقة يا مصعب, رسالة توجهها للمشاهدين سواء كانوا شباب وأسرنا ومجتمعنا عموما اللي بيشاهد للحلقة, رسالة توجهها لهم انت كمتخصص في الموضوع ده وكشاب. طيب انا بوجه الرسالة لثلاثة فئات. الفئة الاولى هي الاسرة, فانا بقول للاسرة ان يهتموا باطفالهم, يهتموا بتنمية قدرات اطفالهم. اوكي. الاسرة يكون عندها دور كبير انها تنمي شخصية الطفل. نعم. يعني اذا كان احد افراد الاسرة الوالد او الوالدة لديه بعض الامراض النفسية او لديه بعض المشكلات, يعني ما يعرضه قدام أطفاله. لكن في البداية نحن لازم نعلم أطفالنا المسؤولية. كيف نعلم أطفالنا المسؤولية؟ نتركهم للمواقف, نخليهم يختبروا المواقف. نعم. نديهم المكانة, يعني نحسسهم إنهم ما ناس صغار, إنهم ناس كبار. خلوا الطفل يجرب يغلط ويصح وما في مشكلة. نعم. نعم. هذه رسالة بوجهها للأسرة. نعم. بوجه رسالة أيضا للشباب أو الشابات في إنه ما يقارن نفسهم بزول نهائي, ما يشتغلوا بإحباطات الناس. ليه أنا لما فلان يقول لي أنت زول فاشل أنا خلاص أكون فاشل وأسكت؟ ليه ما تكون دي نقطة إنه أنا أثبت له إنه أنا ما زول فاشل, إنه أنا زول متميز وزول ناجح. صحيح. دي رسالة بوصلة للشباب. رسالة ثالثة, أيوة, بوصلة لعامة الناس وخصوصا بوصلة المسؤولين المختصين في الجانب النفسي, في إنه نحن لازم كمختصين نفسانيين نوعي المجتمع السوداني بضرورة زيارة الأخصائي النفسي أو الاستشاري النفسي, لأن دي موجودة في الغرب. تلقى كل أسرة تكون عندها مختص نفسي أسبوعين بيزوره. نعم. دي حاجة موجودة في الدول الغربية. نعم. نحن في مجتمعنا هنا بيقول لك أنت ماشي دكتور نفساني أنت زي مجنون. بعد شوية أصحابه كلهم بيخلوك وهي اللي كلها بتخليك وبتبقى مجنون بجد بعد شوية. لكن نحن بنوصل الرسالة دي عن طريق في أساليب كثيرة. ممكن نحن نوصلها عن طريق إرشاد, نعمل أسابيع إرشادية تطوف كثير من المدن والأماكن والمجتمعات. والمجتمعات. نعم. نعم. إحنا نتمنى إن رسالتك دي بإذن الله تصل لمصعب كتر خيرك. كمان رسالة سريعة شديد يا سامي. أنا طبعاً بختصر كلامي في للشباب, أسعى لتطوير نفسك, أسعى لتطوير نفسك من خلال إنك تطلع على كتب, تحضر دورات تدريبية خصوصاً في موضوع الثقة في النفس وتقدير الذات. لو انت طبعا يعني من الناس اللي ما بتطلع مثلا او ما بترتاح للكتب وكلام زي ده, ممكن تمشي لمرشدين نفسانيين. نعم. يوروك كيف انك انت تنمي ذاتك, كيف تعزز تقديرك لذاتك عشان تصل للثقه في النفس. صحيح. جميل شديد. انا بشكركم على وجودكم معي في حلقه اليوم, يعني مصعب محمد وسامي احمد على وجودكم معي في حلقه اليوم وكل الكلام اللي انتم قدمتوه للشباب, وانا بحييكم وبحيي وعيكم ده, واتمنى ان شاء الله ربنا ينفع بكم الناس باذن الله في المستقبل. ان شاء الله. يديكم العافيه. زي المشاهدين انا ما حزيد على كلام الضيوف كثير,
نمرة واحد قال لك اكتشف نفسك، عارف الحياة الكويسة فيك والحياة الكعبة فيك، حاول تطور فيها، واللي ما حتقدر تطوره ده لازم تقبله، تقدر ذاتك، ثقتك في نفسك حتزيد، والثقة بالنفس في زمننا ده يا جماعة مع زيادة المنافسة في كل المجالات هي أساس.